من مرصدك الخاص ترى أن الزكاة تؤدي على أكمل وجه في هذه الأيام؟ نظرا لأنها غير منظمة عن طريق مؤسسات ويكون فيها صفة الإلزام باعتبارها ركن شرعي، لا ليس كل الناس يؤدون الزكاة وخاصة القادرين وأصحاب الأموال الكثيرة. لماذا شرعت الزكاة في الإسلام؟ شرعت لأمور كثيرة، أهمها البركة الشخصية للإنسان في ماله وفي أولاده اللي هي التطهير. 2، إدارة عجلة الحياة، فالغني يمد الفقير والفقير يشتد عوده فيصبح قادرا. هل في فرق بين الصدقة والزكاة؟ الصدقة أعم من الزكاة، ويمكن أن نطلق على الزكاة أنها صدقة طبقا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وما عدا ذلك في صدقات خاصة لا تدخل في الزكاة، كأن بين المصطلحين علاقة اجتماعية. القرآن الكريم استخدم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هل إقراض الله سبحانه وتعالى يقع ضمن الزكاة والصدقة أم شيء مستقل؟ يعني بالمعنى العام ممكن، يعني لما بطلع زكاة أنا بقدمها لله سبحانه وتعالى.